خلال العمليات العسكرية اللي بتشن مؤخرا سواء من قبل قوات الشرطة أو القوات المسلحة، هناك الكثير من البطولات، هناك الكثير من التضحيات، هناك الكثير من الجهود التي تبذل، ولكن هناك أبطال آخرين وبيقوموا بجهود أخرى وبيبذلوا تضحيات أيضا وبيتعرضوا لمخاطر كتيرة وكبيرة جدا. وإحنا بنتكلم على المصورين الصحفيين وبنتكلم على الصحفيين اللي بيكونوا متواجدين لنقل الصورة، لنقل التفاصيل، لنقل شهاداتهم عن الواقع من خلال تواجدهم في مكان الأحداث. النهاردة كان في متغير جديد وهو احتجاز بعض من الصحفيين، سواء صحفيين في بعض من البوابات الإلكترونية أو الصحف أو أطقم لبعض من القنوات الفضائية من جانب بعض من الأشخاص المسلحين. كان الاحتجاز لمدة ساعة فيما بعد تم الإفراج عنه. وهنتعرف على هذا المستجد الجديد، هل دي هتكون ظاهرة من خلال ما ينتج عن فكر هذه البؤر والجماعات الإرهابية، وإيه تفاصيل الأحداث اللي كانت النهاردة؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الزملاء الأعزاء محمد أبو ضيف الصحفي بالبوابة الإلكترونية لجريدة الوطن. مساء الخير يا محمد. وبيشرفنا أحمد الليسي الصحفي بجريدة الوطن. مساء الخير يا أحمد. بيشرفنا أيضا علاء الأمحاوي المصور الصحفي بجريدة مصر اليوم. مساء الخير يا علاء. كلكم شهود على التفاصيل اللي كانت النهاردة. ولو أبدأ معاك أحمد، أنت كنت بجوار اللواء الشهيد نبيل فراج لحظة سقوطه، لو تكلمنا منذ دخلته إلى المكان إلى هذه اللحظة، إيه اللي حصل؟ هو البداية إحنا كنا نازلين من قبل الفجر على أساس إنه عندنا علم أنباء يعني بتقول إنه الفض هيبقى يا قبل الفجر يا بعد الفجر مباشرة. ونزلنا من بيتنا، مرينا بكل يعني مواقع فرض حظر التجوال، ما حدش منعنا غير عند كوبري ثروت بس. قالوا لنا انه مش هينفع حد يعدي غير قوات اللي راحة تقتحم المكان. فيما عدا ذلك حتى قال لنا كده نصا الضابط، حتى لو في رجل امن شرطة او جيش احنا مش هنعديه. طالما ان هو مش مشارك في العملية. وكأنه كردون معمول فقط للاقتحام بس. وصلنا عرفنا نوصل يعني طبعا كلمنا، كان في ناس جوه بنتواصل معاها. وصلنا المكان كان في تباب. حركتهم في مجموعات؟ لا احنا كان معانا عربية واحدة، كنا 5 صحفيين من الوطن. لا انا من الوطن ومن التحرير ومن الشروق ومن الاهرام ومن الدستور. 5 كل أصدقاء. الصحفيين المغامرين اللي قرروا ان هم يعني يغطوا مش الحدث. مش حابين برضو نقول كده لان في زمايلنا ممكن يكونوا حابين يشاركوا، الظروف بس ما سمحت لهم. بالتاكيد يعني. ولكن هو اداء واجب في النهاية طبعا. يعني وصلنا بعد كده عند من نزلة صفت اللبن. تمام. لقينا تباب رمل رتش محطوط وراه نار فظيعة. احنا كنا مقربين، طول ما احنا ماشيين الناس بتقول لنا حاسبه ما حدش يروح. رجعنا بسرعة اول ما لقينا ده، لان الطريق طبعا ظلام دامس يعني. وقررنا ان احنا مش هنخش غير مع الامن، لانه احنا لو دخلنا لوحدنا مش عارفين الوضع عامل ايه. استنينا، وبالفعل الساعه 5:30 كانت اول مدرعات للجيش نازله من ناحيه المريوطيه. مشينا وراها، وقفنا عند المكان بتاع التباب ده، ما كانش فيه بقى حد، يبدو ان هم عرفوا ان الجيش جاي فدخلوا جوه كرداسه. الساعه 6:15 وقفنا حوالي 5 أو 10 دقائق، كان معانا علاء بالمناسبه ومجموعه تانية من المصورين والصحفيين. الساعة 6 بالظبط كنا على الكوبري اللي بيوصل بين منطقة نهية ومنطقة كرداسة. كانت مدرعتين جيش وسيارة تابعة للشرطة كان بيقودها اللواء. اللواء نبيل فراج. هو بالمناسبة أنا ما بفهمش في الرتب. أنا كنت معتقد بسذاجة إنه أمين شرطة مثلا، لأنه طيب جدا مع العساكر يعني. الله يرحمه. يعني بيتعامل مع الناس بطيابة شديدة. بتتكلم على بساطة وبتتكلم على تواضع وبتتكلم على قائد بسيط بيتعامل مع الجميع وبيقود السيارة بنفسه، وبالتالي ما تخيلتش ان هو مساعد امن، مساعد مدير امن الجيزة. طبعا. هو كان يعني نازل معاه 2 من الجنود وقال لهم يلا يا اولاد انو عشان الشهادة. بعديها بحوالي 10 ثواني بالظبط بدأ ضرب النار، هو سقط. احنا اعتقدنا انه دي حركة يعني بينبطح، هو فاهم شغله فاحنا عملنا زيه، وكلنا معتقدين ان احنا يعني هو ما بيتحركش واحنا مش هنتحرك. ده كان الساعه كام؟ الساعه 6 ودقيقتين بالظبط. 6 ودقيقتين بالملي جت الرصاصه. هو احنا كنا على جسر. هو في ترعه صغيره. والجسر فيه سورين. احنا كنا بينهم. على اول الجسر. انتم هنا
خلينا نبص على الصوره. انا اللي حواليا الدايره وجنبي الاستاذ محمد حسام الدين من المصري اليوم وجنبي الاستاذ احمد رمضان من التحرير، مصور صحفي برضه. في اللحظه دي ده اظن مراسل قناه المحور اللي لابس اصفر. هو ده الشخص الوحيد يعني اقدر اقول عليه بطل مع علاء طبعا، يعني علاء كان بيصور وده الشخص انا اللي مصور الصوره دي. دي صوره علاء القمحاوي مصور المصري اليوم، وهنتكلم على لحظه التقاطك للصوره بالتاكيد. احنا معلش بس الصوره دي، احنا معانا اكتر من صور ليك بالتاكيد. فهو لما سقط احنا اعتقدنا انه بينبطح عادي جدا، وبعد حوالي 20 ثانية كده من يعني الارتباك يعني انبطحتم على الأرض بمجرد سقوطه، بمجرد سقوطه اعتقدنا ان هو اكنه بيدينا اوردر انزلوا تحت، انزلوا تحت. فنزلنا والضرب فظيع من قبل ما نعرفش بقى مين، يعني في النهاية في ناس بتهاجم الجيش والشرطة واحنا معاهم. الضرب فظيع يعني طلقات رصاص طبعا كتير. احنا الصوت يعني من كتر ما بننزل المظاهرات بقينا نفرق، يعني نعرف ايه الفرق بين الخرطوش، ايه الفرق بين المتعدد، يعني خلاص بقى عندنا خبرة. وانت دلوقتي ده صنفته ازاي من خلال خبرتك؟ الطلق الآلي بيترش يعني لا اللي سمعته واللي أدى لاستشهاد اللواء كان لا الاول كان ضرب رصاص بشكل متقطع يعني كانه بيصدر من حاجه فرديه. وبعد كده بدا الالي. الالي عاده لما بيتضرب بيبقى بيغطي اكتر منه بيموت، يعني هو عايزين يربكوا الناس. وحصل فعلا في حوالي نص دقيقه او دقيقه كامله حاله من الارتباك الشديد، لانه فجاه هم نازلين لسه المكان اساسا كان مكان تمركز على اول كرداسه عشان ما يخرجش حد ولا يدخل حد. يعني ده الغرض من الكمين. واحنا كنا داخلين احنا ماشيين كاننا ماشيين في جنينه، احنا مفيش حد. طيب وفجاه سقط ودقيقتين صباحا كانت الطلقه اللي اصابت الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزه في مقتل، قبل ما يتم المداهمات، قبل ما تبدا العمليه يعني، ولسه كنتم على مدخل من مداخل كرداسه. احنا برضو يعني انا بنقل برضو الصوره من ناحيتي لاني ما اعرفش جوه الوضع إيه؟ بدا الساعه كام عشان برضو ما اتكلمش عن حاجه انا ما شفتهاش. لكن اللي انا شفته انه في اللحظه دي لما هو سقط زي ما بقول لحضرتك كده، احنا فضلنا لمده نص دقيقه معتقدين انه زينا، وهو رفع ايده بشكل كده في زي شهاده بس في حاله من التشنج شويه. اعتقدنا برضو انه كتفه هو اللي اتصاب. فجاه المراسل بتاع قناه المحور قطع المكالمه، كان هو بيعمل المداخله بيقول لهم ان احنا على الابواب وداخلين عادي في شغله العادي جدا. وفجاه صرخ وقال احنا الحقونا معانا ضابط مصاب هيموت يا جماعه. في اللحظه دي اكتشفنا انه مصاب، برضو قلنا قد يكون يعني كل ده مش مصدقين كل اللي احنا بنقول شهود على لحظه استشهاد اللواء فراج. هي الفكره انه في يعني 60 احساس في لحظه. احنا ورانا في سلاح وقدامنا الجيش بيضرب بشكل قوي. الارض مش قويه والجيش ابتدى يضرب بالمدفع اللي على اللي فوق المدرعه. المدفع ده لما بيتضرب منه الارض بتتشال وتتهبد يعني. انت كنت شاهد بقى على كل التفاصيل دي، انت كنت شايفها وكل ده وانتم لسه في وضع احنا قعدنا حوالي 8 او 9 دقائق في الوضع اللي هو تحت السور الربع متر ده. كلنا منبطحين او بنسند يعني. هنا كان في محاوله لنقله للمدرعه، الصوره اللي قبل كده من فضلك يا عمرو، يعني كان في محاوله لنقله للمدرعه وكان في يعني حمله بشكل او باخر. هقول لحضرتك انا التفصيله، الصوره دي لو انت كنت شاهد اللي حصل بالظبط، انه كان في مدرعه في اول الجسر، الجسر حوالي طوله 100 متر مثلا ومدرعه في اخره. هو سقط يعني في الجزء الاخير من المدرعه الثانيه حوالي مثلا 15 او 10 متر مثلا. تمام. لما سقط المراسل الوحيد اللي انقذه او اللي جري عليه والعسكري يعني هو لواء طبعا، فبيبقى معاه عسكري زي خدمه بيبقى مسؤول مثلا عن سلاحه، مسؤول عن حاجه بيشيلها معاه. تمام. لما سقط العسكري انبطح جنبه وكان زي بيجره او عايز يشوف فيه ايه، لانه مش باين من الواقي، لانه زي ما بقول لحضرتك حط ايده على الجنب اليمين وكانه بيحاول يعني يجزم غيظه يعني، وفي حاله فيها تشنج. فهمنا بعد كده لما جريوا عليه خلعوه الستره، فبدا بقى الامر واضح جدا انه الطلقه في جنبه اليمين اسفل القفص الصدري يعني. طيب وعلاء القمحاوي انت شاهد مش بس من خلال المتابعه ولكن كمان من خلال صورك اللي التقطتها بالكاميرا،
يعني المصور الصحفي اللي بيشاهد اللحظة اللي بيسقط فيها شهيد أو قتيل أو مصاب قدامه، هل في لحظة فكرت أنك تسيب الكاميرا تساعد تنقذ تشيل، ولا كنت شايف أنه الأهم أن أنت ترصد اللحظة دي؟ هي دي دايما بتبقى المعضلة، الفكرة الإنسانية والمهنية، إزاي أقدر أوفق بين الاتنين وما أخسرش حاجة فيهم أثناء شغلي يعني. طبعا اول ما بيقع حد دايما في كل الاحداث اللي كنا فيها، اهم حاجه انا يعني انا دوري في المكان، انا رايح عشان اوثق ده، عشان اسجل ده، عشان انقل للناس الصوره ايه اللي بيحصل بالظبط. صحيح. بس لو في يعني لو ما فيش حد يساعد بقاوم الموقف يعني. لو انا تدخلي ضروري جدا لحياته فهتدخل بعد ما اصور. بس انت شايف ان هناك من يحاولون مساعدته وانقاذه، وبالتالي بتقوم بدورك فان انت بترصد اللحظه وبتوثقها. بالظبط. طيب اهم ما رصدته من خلال الصور اللي انت التقطتها النهارده؟ اهم ما رصدته اللي هو واحنا داخلين زي ما احمد قال بالظبط في البدايه يعني على الكوبري ده، اول ما دخلت كان معايا زميل محمد حسام الدين، واتكلمنا وقعد قلنا الدنيا مكشوفه قوي يعني. احنا على الكوبري ده الدنيا كانت يعني المكان كله اراضي، في اراضي وفي مباني كتير جدا، فحسينا ان احنا في النص. وفعلا بعد شويه بدا الضرب، بدا اللي هو اول ضرب ده كان اول تعامل معاهم، ما كانوش لسه ضربوا، واحنا كنا داخلين مش متوقعين اللي ده هيحصل يعني. زي دلجه كده هيخشوا، عشان القوه كانت كتير. انت كنت موجود في دلجه؟ لا ما كنتش موجود. بس سمعت عن تفاصيل. بس سمعت، وما كانش في اشتباكات زي كده يعني. فدي اول، واحنا معديين على الكوبري بدا الضرب جاي لنا من يمنا، فجت في جنبه، عشان كده الفيست ما حماهوش. بس اللي كان ملفت بالنسبه لي جدا وانا بصور ان هو اول ما وقع قعدنا اسعاف، مفيش اسعاف جت. ايوه. ما كانش في اسعاف قريبه، احنا واحنا داخلين من المدخل الاول شفت عربيتين بس ما دخلوش، فضلوا واقفين بره، ففضل شويه على الارض تقريبا 5 دقائق. حوالي خمس دقائق كده. وبعد كده 5 دقائق، وبعد كده تاكدتوا انه يعني المدرعه رجعت. المدرعه رجعت عشان وفتحوا بابها، وكان خلاص شالوا السترة. أيوة. وبان بقى خلاص انه مصاب ومنهك جدا. وشالوك في اللحظة دي بقى يعني. علاء كان بالمناسبة احنا كلنا كنا ناحية سور. علاء الشخص الوحيد اللي كان بيتنقل من مدرعة لمدرعة يعني. يعني في المكشوف هو اكتر شخص كان مكشوف حتى عن قوات الامن، لان معظم الجنود يا اما جوه المدرعة يا اما في ظهرها. فاحنا من خلال ان احنا ساندين في الحيطه شايفين اللي بيحصل، ومن خلاله هو نقل لنا الجزء اللي كان خفي لفكره الطلقه فين بالظبط وما الى ذلك يعني. ما طبعا يعني مقدره جدا اللي انتم شفتوه النهارده واللي تعرضتوا له، مقدره جدا شغلكم وتوثيقكم لهذه اللحظه. و بس عايزه يعني اعتذر ان كان بث وعرض ووضع صوره او الصور اكثر من مره للشهيد اللواء نبيل فراج قد يكون مزعج بالنسبه لاسرته، نعتذر. ولكن الحقيقه احنا هنا ومن خلال يعني هذا العمل الصحفي والمهني للشباب بنوثق للحظه استشهاد ولحظه تضحيه ولحظه بطوله وواجب قام به الشهيد اللواء نبيل فراج. محمد أبو ضيف، أنت كان ليك تجربة مختلفة، أنت النهاردة تم احتجازك مع حوالي 19 آخرين من جانب بعض العناصر المسلحة، إزاي؟ طب قبل ما أبدأ، إحنا بدأ الموضوع معنا إزاي؟ تاني أبدأ من النقطة اللي انتهوا ليها. لأن بالتزامن مع بدء دخول القوات كنا إحنا بيتم إطلاق سراحنا. فتقريبا يعني أنا ما بقدرش أحكم برضو إن الجانب اللي إحنا كنا فيه هو الجانب اللي تم إطلاق النار فيه على اللواء. اللي كنتم فيه؟ اللي كنا فيه. لان كان في مجموعه مسلحه، وانا لما العربيه ابتدت تتحرك وابتدت تهرب كان هي تخش على المدرعه بحيث ان هي تبدا تسلم نفسها للجيش، بس احنا ابتدينا نصرخ فيها نقول لها لا امشي بعيد، لان احنا كنا نفسنا خايفين من الجيش او خايفين من قوات الامن تفتكرنا ان احنا جايين عليهم او جايين نهجم عليهم. فاحنا رحنا يعني هو يعني هم بعد ما اطلقوا هو صراحكم انتم كنتوا خايفين تخرجوا لقوات الامن تفتكركم منهم لان كنا اطلق عليكم الرصاص، لان احنا اصلا كان في اخر لحظات كان راكب معانا في السياره بتاعت قناه الحياه بعض عناصر من المسلحين. طيب ما هو عشان كده ده ياخدنا للبدايه، اسمح لي نرجع للحظه اللي عرفتم ان انتم مخطوفين او رهائن عند مجموعه مسلحه. احنا وصلنا مدخل القريه، كان الساعه تقريبا 5 صباحا، كان في من
التراب تبة التراب عالية، ودي اللي خلتنا نترك العربية ونبدأ نمشي على رجلينا. بنعدي التبة بدأ يظهر لينا واحد مسلح. ساعتها احنا كنا ظننا ان هو عسكري، لان احنا كنا عندنا معلومة ان هو قوات الامن وصلت بالفعل الساعة 5 عند بداية القرية. فبدينا نقول احنا صحفيين نرفع ايدينا وكده. ظهر بعد كده اتنين تاني مسلحين ابتدوا يدخلونا جوه، تعالوا ده زمايلكم. لدرجه دي مش قادرين يعني تفرقوا ما بين عسكري وما بين مدني؟ في ساعات اوقات قوات الامن بتبقى نازله زي مدني، وساعات وفي الضلمه في وقت زي الساعه 5 ما بنبقاش عارفين شايفين اللبس كان واضح قوي. فوصلنا عندهم، اول ما وصلنا عندهم ابتدينا نحس بالقلق لان الموضوع شكله مريب. اول ما وصلنا عدينا خلف التبه الترابيه ابتدينا نوصل قدام ساحة هي قدام مسجد اسمه مسجد الشاعر. ودي اللي حصلت فيها الاشتباكات بعديها بساعة تانية. لقينا تقريبا من 15 ل 20 مسلح كلهم بالأسلحة الآلية، وفي بعضهم بالأسلحة البيضاء. ابتدوا أول حاجة ابتدوا ياخدوا من زماننا محمود صبري المصور الشنطة بتاعته. فهو حاول يقاوم فصرخ فيه وابتدى يشرف وشه السلاح فاداله الكاميرا، فاداله كل المعدات كلها، وابتدوا ساعتها يصرخوا هم ده معاهم. هم خافوا من واقي الغاز وخافوا من الستره اللي كانت موجوده مع محمود. فابتدوا يقولوا شوفوا دول جايين تبع الامن. وظنوا فينا ان احنا تبع يعني قوات امن او قوات جايه تستطلع. لما شافوا بطاقتكم او كارنيهاتكم وعرفوا ان انتوا ابتدوا يقولوا ابتدوا يقولوا لنا هاتوا البطاقات. وفي بعضهم ما كانش مسلح، كان ابتدى هو يتعامل بهدوء وسط ثوره من المسلحين. ودي كانت الازمه. ثوره ازاي يعني؟ هل كان بيهددوكم؟ هل كانوا يعني صحفيين وسباب والسلاح في وشنا، واحنا وانا كنت ملاحظ ان يعني لما حد بيهددك بالسلاح ما بيبقى ماسكه مثلا من الدبش، ده كان حاطط ايده على زناد. ايده على زناد يعني لحظه ممكن يطلق رصاص. اللحظه اللي تم التهديد فيها محمود صبري كان ايده على زناد اللي هو زميلنا المصور في الوطن. ابتدوا يقودونا العربية، خدوا مننا كل حاجة، الموبايلات والمعدات بتاعتنا التصوير وشنطنا وكل حاجة. ابتدوا يقودونا العربية برضو في وسط زعيق، ابتدوا يختلفوا مع بعض حتى على طريقة التعامل معانا. كان في ناس بتدعو للتهدئة شوية، يا جماعة اصبروا هنسمع منهم دول جايين ليه او كده. وفي ناس تانية لا. تمام. ومع الاختلافات اخدوكوا للعربية. العربية نقلتكم لفين؟ قبل العربيه احنا كنا اربعه، ركبنا عربيه فلقينا معدات تصوير، فعرفنا ساعتها ان في وفد او فريق اعلامي تاني غيرنا موجود في نفس المكان. طاقم قناه الحياه. كان طاقم قناه الحياه، كانت معدات طاقم قناه الحياه موجوده جوه العربيه اللي احنا فيها. بعديها بشويه ابتدوا في حد صرخ فيهم اللي هم سايرين يلا اتفضلوا اتحركوا عشان لا يكون ده كمين. كل ده برضو ظانين فينا ان احنا حتى صحفيين، حتى لو صحفيين تبع الامن. تمام. كان في معانا حد في العربيه. كان اهداهم شويه، ابتدينا نتحاور معاه. حاولنا زميلنا عبد الوهاب علاوه حاول ياخد منه اي يعني معلومات حوالين هيتم التعامل معانا ازاي. ما كانش بيجاوب على اي حاجه. رفض ان هو حتى يتكلم معانا بشكل قوي. لما عرف ان احنا طبعا سالنا على وسائل الاعلام ابتدى يستجوبنا انتوا منين تبع ايه، فلما عرف ان احنا من جريده الوطن ابتدى بقى ايه يتكلم عن رابعه. انتوا السبب في اللي حصل، انتوا بتتحملوا مسؤوليه من اللي حصل. ابتدى يصور الشاب الهادي اللي كان باين عليه علامات الهدوء والادب، ابتدى بقى يتكلم بعنف شويه، ابتدى يتكلم معانا انا ليا ناس ماتوا في رابعه وانتوا تحملوا جزء من المسؤوليه. ابتدى يهاجم الاعلام. فضلت العربيه تحرك بينا تقريبا 10 دقائق عشان انا دخلت كرداسه قبل الحادث مرتين. فعارف شويه، فهو تحرك من مدخل القريه وصل لحد الاسم المحترق وعدى من قدامه، وصل بينا لحد بدايه طريق كرداسه ناهي. كرداسه ناهي زراعي. ما بيربط طريق ما بين كرداسه ناهي على الرغم ان اسم كرداسه بس ناهيه منفصله شويه، في طريق ما بينهم زراعي. احنا وصلنا للطريق الزراعي ده. ابتدى العربيه تركن. بدات العربيه تركن على جنب. ابتدينا ناخد بالنا ان في عربيه تاني معانا جايه ورانا اللي هي كان فيها طاقم قناه الحياه. ما نزلوناش، نزلوا هم ابتدوا يتناقشوا في فكره هيتعاملوا معانا ازاي. اختلفوا مع بعض في مشادات هنعمل ايه معانا. ايه اللي كان مطروح؟ حاولنا نوصل نسمع يعني ايه المطروح، بس كان في اطروحات غريبه يعني اللي هو
نحبسهم، طب نخليهم دلوقتي، طب ناخدهم معانا للاشتباكات المتوقعه. هم كانوا عارفين او حاسين، يعني انتوا تخيلتوا ان انتوا اللحظه ممكن تبقوا رهائن او دروع بشريه مثلا، او احنا ساعتها كنا بنتشاهد. بتتشاهدوا؟ بنتشاهد ده حقيقي. احنا الثلاثه عبد الوهاب وانا والجرحي وصبري ابتدينا نتشاهد ان احنا خلاص كده. وقعدتوا تقريبا ساعه او اكتر؟ قعدنا في المكان ده، لان اتغير مكاننا بعدها. قعدنا في المكان ده تقريبا نص ساعه. نص ساعه نص وبعد ساعة. كده اخدوكوا جهه عربيه ملاكي فيها واحد مسلح برضو. بس يبان عليه ان هو يعني ملامحه اهدى منهم شويه. في حاجه ملحوظه برضو مش شفتها، ان في ناس من اللي كانت موجوده ما يبانش عليها ان هي من الطهر الاسلامي. ما يبانش عليها بمعنى ايه؟ احنا بنتعامل مع الاخوان وبنتعامل مع السلفيين وعارفين، والجهاديين، وبنتعامل مع التيارات دي وعارفين يعني طريقه معاملتها ازاي. يعني مفيش زي مختلف؟ لا، هو ما كانش فيه غير اتنين ملتحين بس لكن الباقي شباب عادي. بس كان واضح ان في ناس منهم منتميه للاخوان، لانهم كانوا بيتكلموا بكثافه عن رابعه العدويه، وان احنا مسؤولين، الاعلام مسؤولين مسؤوليه كامله، او كامل. مسؤول من جزء من المسؤوليه عنها. ابتدى يجي الاوردر من الراجل اللي هو جيب العربيه للملاكي ده ان اتحركوا من المكان ده. فاتحركتوا من المكان ده؟ اتحركنا من المكان ده، رحنا قدام مدرسه اسمها الوحده. مدرسه الوحده؟ يمكن انا عشان رحت يعني المكان فحافظ المكان كويس. مفهوم. فرحت مدرسه قدام مدرسه الوحده دي، ابتدينا برضو محتجزين شويه. طول الطريق بقى في حوارات، يعني ركبوا معانا مسلحين بدل ما كانوا في، هو طول يعني اللفه دي كلها كان بيامنونا بدرجات ناريه شايلين السلاح، وكل عربيه حواليها تقريبا اربع درجات ناريه رافعين الالي. وصلنا عند مدرسه الوحده، ابتدى ينزل المسلحين، ابتدوا يخشوا في نقاش تاني هيتعامل معانا ازاي. طب وصلوا في النهايه لان هو بيطلقوا سراحكم. بعد ساعه تقريبا. بعد ساعه تقريبا. ما تعرضتوش للضرب؟ ما تعرضتوش؟ لا ده حقيقي احنا ما تعرضناش. يعني اهانات سباب، سباب للاعلام، اتهامات للاعلامات للاعلام. طيب. اطلقوا سراحكم في المكان اللي انت شايف انه تم اطلاق النار فيه على الشهيد اللواء نبيل فرج. وبالتالي انت شايف انه في المكان ده، في المجموعه دي، قد تكون هي المسؤوله قد على، قد تكون، بس ما اقدرش اجزم ان انا ما شفتش. احنا قلنا قد تكون بناء على يعني هذه الشهاده. طيب احمد، يعني هل الاعلان المسبق عن بدايه العمليه فجر الخميس 19 سبتمبر ومصاحبه بعض من وسائل الاعلام والمصورين والصحافه ورجال الفضائيات وغيرهم، هل ده اضر ام افاد؟ انا شايف انه اضر جدا. يعني ازاي؟ لان ادى للجانب الاخر نوع من الاستعداد، وشايف انه ما كانش فيه خطه. يعني في رابعه العدويه انا كنت حاضر الاحداث من اولها، كنت قعدت 3 ايام قبل الفض بروح يوميا، يعني بعمل معايشات وحاجات كده، ويوم الفض كنت موجود من 9 بالليل وفضلت مواصل لحد الساعه 6 تاني يوم المغرب. يعني في رابعه العدويه كان قوات الامن بتعتلي الاسطح تمام ومسيطره على المكان، والاخوان او المتظاهرين يعني بشكل اصح تحت. العكس كان حاصل في البقعه اللي احنا كنا فيها، عشان برضو ما اتكلمش ما عممش على الموضوع، على المكان بس احنا اللي فريسة. كنت فيه ده اللي انت شفته زي ما علاء قال، احنا كنا في مكان مكشوف. يعني احنا مثلا كان ظهرنا لفيلا، مش عارفين الفيلا دي ممكن حد يطلع في سطحها يضربنا. وشنا لمدرسه بيتضرب منها، ظهرنا لترعب، فجاه بنسمع صوت رصاصه ما نعرفش الرصاصه جايه منين. فاحنا كنت حاسس انه مفيش، او ممكن في المكان اللي احنا فيه برضه عشان ما عممش التجربه، يعني مفيش تامين كافي او خطه كافيه للتعامل. انا عايز اقول بس على تفصيله مهمه تكمله لكلام محمد، لان احنا جزء من الافراج عنهم تم من خلال شخص كان واقف معانا، هو مراسل زميل لينا. انا يعني مش حابب اقول اسمه عشان ما اعرفش ده يعني يبسطه ولا لا. هو من كرداسه، من عيله كبيره هناك، واتصل بالشيوخ اللي محتجزينهم لما عرف. طب اسمح لي، انتوا ازاي عرفتوا ان هم مختطفين؟ لانه سحبت منهم تليفوناتهم وكل وسائل الاتصال. هقول انا لحضرتك، انا عبد الوهاب عليوه زميلنا في الوطن في قسم التحقيقات، انا بكلمه من الساعه 2 بالليل لما قررت ان انا هروح. يعني قلت له عبد الوهاب انت رايح ولا لا؟ فقال لي انا بجهز انا وزمايلنا وهنتحرك. فطول الوقت احنا بنتكلم، انتوا دخلتوا منين؟ طب الحظر عامل معاكم ايه؟ وهكذا. ففجأة
الساعه 5 وكسور كلمت عبد الوهاب، رد عليا كان يبدو ان هو لسه يعني موقفينه. فبيتكلم بصيغه يعني هو بيتكلم معايا بود شديد، فجاه لقيته بيتكلم كانه مش عايز يقول حاجه. فانا شكيت. بعد كده لما جه زميلنا اللي هو المراسل عرفنا منه انه في عدد من الصحفيين في الوطن، فجورنان طبعا ما بينزلش 20 واحد، انا عارف منين اللي نازل يعني. فعرفت ان هم محتجزين. فاللي حصل انه المراسل زميلنا ده اتصل بيهم، وهو يبدو انه على صله بالعيله دي. لا هو من عيله كبيره في المكان وعارف يعني عارف الشباب. بحكم انه عارفينه ممكن بالجيره يعني. فقال لهم ايه الضرر في ان انتوا تسيبوهم؟ هم ما لهمش ذنب. تاني حاجه موضوع الامن ده تهويش. يعني يبدو انه ما فيش حاجه، هما بقى لهم كام يوم بيقولوا هيجوا ومش هيجوا. ففعلا يعني تم فك اسرهم يعني قبلها بخمس او 10 دقائق. التفصيله الثانيه الاهم بقى انه واحد من طاقم قناه الحياه جه علينا فعلا. وكان عاملين معاه حركه يعني قمه في الدناءه. إيه هم شايلين له لوحه العربيه. على اساس انه هو داخل على الجيش او الشرطه. عربية مسروقة، ما هو مين اللي هيجيب عربية مسروقة ويجي؟ فالراجل حتى يعني هو أحد طيب كده، بعد ما الأحداث هديت شوية بعد ساعتين ثلاثة كان لما قلنا إن إحنا هنحاول نخش في العمق كان بيقول أنا عايز أروح الراجل اللي خطفني أشوفه هو بيتمسك يعني. هو كان وصل لمرحلة إن الموضوع مش جاي يغطي بس، ده هو عايز حس إنه خلاص يعني الراجل ده حط حياته على المحك، خطر عربيته من غير نمل، وبالتالي ممكن يتم التعامل معاه كواحد من العناصر الإرهابية أو الخطر. ولولا برضو يعني كان في حالة من الود الشديد بين الصحفيين، طبعا هي لحظة موت يعني كلنا كنا خايفين على بعض بشكل مش طبيعي. وكان أكتر من مرة قوات الأمن هتطلق رصاص قبل صحفيين أو مصورين، ولولا إن إحنا بنحذر الموضوع بيقف يعني. والكل كان في لحظة توحد ومواجهة خطر ومواجهة موت، وعلاء الأمحاوي مصمم أنه يلتقط كل هذه اللحظات لكل المصورين لكل الصحفيين من خلال تواجدك في زي ما أحمد قال يعني من مدرعة لمدرعة، ما كنتش يعني وراء حائط أو نزلت لتحت تخوفا من ضرب نار، كنت بتتنقل طول الوقت. خلونا نتابع بعض من الصور، صور علاء الأمحاوي خلال أحداث اليوم. دي واحدة من الصور، دي مع بداية اليوم يا علاء؟ دي مع بداية اليوم وإحنا داخلين من طريق ناهية. وفي الأول خالص يعني هم لسه بيأمنوا وبيشوفوا الدنيا، وبعد كده تقدمنا وكان في برضو عربيات دي في المكان بعد ما اللواء اتقتل الشهيد نبيل فراج. دي الصورة، ودي صحفيين محمد حسام الدين زميلي في مصر اليوم. هو كان من بعد ما بدأ اطلاق النار كله راح يعني كل الصحفيين راحوا تحت الحيطة دي عشان كان الضرب جاي من فوقيها. فهم في امان. فانا يعني فكرت بسرعة ان انا هبقى في الجهة التانية عشان زميلي في الجورنان في الجهة دي، فعشان اخد زاوية مختلفة يعني. شباب انا شايفة كل الشباب اللي موجودين، واحمد طبعا هنا موجود منور في الصورة، يعني ولا معاكم واقي ولا خوذ واقية للرصاص أو سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها صحافة بالعربي وبالإنجليزي تنور في الضلمة، يعني دي أساسيات للتواجد في أماكن المعارك. هل طالبتم صحفكم مؤسساتكم بأنه يتم تأمينكم بشكل أو بآخر؟ طبعا يعني قضاء الله وقدره وإرادته لما بتكون بتحصل رغم كل شيء، ولكن في احتياطات. في احتياطات، وطلبنا فعلا، وطلبت من استاذ حسام دياب رئيس قسم التصوير في مصر اليوم، وهو فعليا من افضل الناس اللي ممكن حد يتعامل معاهم انسانيا ومهنيا. وهو وانا عارف وانا نازل وعارف لو حصل لي حاجه عارف اللي هو هيدعمني بعد كده وهيقف. انا اتصبت في رابعه والجورنان دعمني وقف ورايا. اصابته كانت ايه في رابعه؟ رصاصه في الفخذ الايمن، دخول وخروج، فالحمد لله كانت بسيطه يعني لله. ما الحمد لله ما عملتش حاجه. بس ده ما خلكش تكون اكثر حرصا في نزولك في اماكن مشتعله زي كرداسه؟ انا بحب شغلتي ويعني بعتبرها اعظم مهنه في العالم وليها ضريبه، لازم ندفع الضريبه. وانا بصور بتبقى يعني مش ببقى شايف الحاجات عاطفيا، انا بشوفها بعقل الاول. الناس الطبيعيه اللي هي يعني حدث بيحصل بتتلقاه عاطفيا وبعد كده. طيب اشرح لنا دي عاطفيا، طالما ان انت لحظتها ما شفتهاش عاطفيا، شفتها ما انا لما برجع البيت بشوفها عاطفيا. مهنيا دي كان زميلنا عصام ابو صديره شمال برضو تحت هناك. ايوه قسم الحوادث المصري اليوم كان موجود معايا من قبليها بيوم، كنا في مديريه امن القاهره وتحركنا على هناك الصبح.
دي بعد مقتل بعد الشهيد بعد استهدافه نبيل فراج. كان كان العنصر شرطة تقريبا معاون معاون كان جاي يجري عشان يتدرى ورا المدرعة عشان كانت الدنيا مكشوفة جدا، وفجأة بدأ الضرب وهما مش عارفين الضرب جاي منين. يعني هما بدأوا قعدوا فترة كبيرة لحد ما ما حسيت ما كانش في خطه محكمه جدا، او كان في حاجه مش عندك نفس الاحساس انه القوات والكل كان مكشوف، كان مكشوف جدا، و... وفي حاجه ناقصه، يعني في حاجه ناقصه الدنيا هم مش عارفين، والعساكر موجوده. وانا لاحظت اداء، يعني هو اداء الجيش اكثر احترافيه من الشرطه. الشرطه يعني محتاجه عشان العمليات دي محتاجه تبقى اكثر تدريبا. وخلينا بس ناكد على شيء، يعني كل هذه الملاحظات اللي بيقولها الشباب دي ليست انتقاد او انتقاص من قيمه الشرطه ورجال الشرطه، بل على العكس انه يكون في اولا خوف على حياتهم اثناء اداء مهامهم النبيله والشريفه في حمايه الوطن والمواطنين. مهم جدا ان هم نفسهم يكونوا متامنين علشان يقدروا يقوموا بواجبهم. مهم ان يكون في خطه، مهم ان يكون في رؤية، مهم ان يكون في تدريب، مهم ان يكون في قدرة على التعامل مع المستجدات. هناك الكثير من علامات الاستفهام وعلامات التعجب، كانت فين عربيات الاسعاف وقت سقوط الشهيد اللواء نبيل فراج؟ يعني شفنا حمله بطريقة قد تكون غير صحيحة، محاولة وضعه في المدرعة، هل ده كان اللي محتاجه في اللحظة دي؟ يعني قدر الله وما شاء فعل، وقضاء الله وإرادته سبحانه وتعالى كانت أسبق من أي شيء، وراضين بقضاء الله ونحتسبه عند الله شهيدا. ولكن بالتأكيد مهم جدا الوقوف عند بعض هذه النقاط لتحسين الأداء فيما بعد. طيب احنا عندنا صورة كمان وفي محاولة لإدخال الشهيد اللواء فراج لداخل المدرعة، وأنا على الشمال كنت باخد الصورة اللي قبليها، أنا ظاهر في الصورة دي. فدي صورة لأحمد رمضان، اللي صور من جنان التحرير. كان في أحمد رمضان من التحرير، وكان في أحمد عبد الفتاح من المصري اليوم، وفي أحمد جمعة من الدستور، تمام، وكان في الأستاذ محمد حسام الدين برضو من المصري، وكان في كريم عبد الكريم من اليوم السابع. تمام، اهم حاجه ان انت مذاكر دول اصلا احنا اصحاب يعني في العموم. كمان اللحظه الحقيقه اللحظه، اعتقد ان انتوا عمركم ما هتنسوا بعض او اسماء بعض او وشوش بعض، خاصه في ظل لحظه يعني شفتوا كنتم فيها بين الحياه والموت، ربنا سلم والحمد لله. في صوره لو نقدر نشوفها عمرو من فضلك، صوره اللي فيها محاوله لادخال اللواء الشهيد داخل المدرعه، مش دي، دي الصوره دي استخدمتها شبكه رصد وقالت تحتها وعلقت وتحطت على فيسبوك وتم تداولها بشكل كبير جدا، انه اثناء عملية قبض على واحد من ابناء كرداسة وعلى الرغم من اصابته بيحاولوا يدخلوا المدرعة. يعني ازاي شايفين استخدام الصور محمد؟ الصور احيانا بيتم استخدامها بدون معلومات كافية عند الناس لا تزييف حقائق، تزييف واقع. الأزمة الأساسية في السوشيال ميديا دلوقتي أو على شبكات التواصل الاجتماعي إن بعض الصحفيين ما بيراعوش القواعد أو المعايير في إن هم ياخدوا صورة أو يتأكدوا من المعلومة. فطبعا في ظل الاستقطاب الموجود وظل الانحياز الواضح من رصد لجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، فبنلاقيهم بيتصيدوا أي خطأ. هنا يمكن الصورة مش موضحة لأنه هو لابس ملكي، بس هو الحقيقة هو إنه يعني هو الشهيد فقط الذي سقط اليوم، هو الشهيد اللواء نبيل فراج، لم يسقط أي قتلى. كان لدينا أيضا 5 ضباط مصابين، 4 جنود أيضا مصابين، وعدد من الإصابات ما بين بعض من الأفراد المتهمين أو المطلوبين أمنيا. هي ده مش أول خطأ يحصل من أنصار جماعة الإخوان، حصل مع الشهيد الحسين أبو ضيف إن هم حسبوه على أنصارهم، فده احنا متعودين على التصرف، يعني المحاوله المتاجره بالدماء. اتفضل. عايز اعلق على الصوره اللي فاتت اللي هو عشان دي صوره مميزه جدا بالنسبه لي. لحظه، ايوه دي بالظبط، دي بعد يعني ما اتضرب وهو بيقع، انا كنت ساعتها ما جريت عند المدرعه. وفي حاجه لفتت انتباهي جدا، هو ماسك اللاسلكي في شماله وكان ماسك احنا مش قادرين نشوف اللاسلكي علشان اللوجو، ممكن وهي صغيره كانت. ايوه بالظبط، وماسك السلاح بيمينه هنا، بيسلم السلاح للمساعد بتاعه، بيسلم السلاح للمساعد بتاعه اللي هو
يمينه ورافض حتى يسيب اللاسلكي، وبعد كده خدوه منه وقلعوه بقى الفيست. فدي اللي هو لحد اخر لحظه. ما بيرميش سلاحه على الارض، الشهيد ما رماش سلاحه على الارض، سلمه سلاحه لاخر، سلمه للاخر. وهو داخل في الاول كان شجاع جدا وكان متحمس جدا، ودايما احنا متعودين القاده بيكونوا ما بيكونوش قدام، صحيح، بيكونوا ورا. بس هو الحقيقه انه لازم ان القائد يكون قدام، هو وهو ده اللي قام بيه الشهيد اللواء نبيل. عشان كده احنا ما اعتقدناش اللي هو يعني ضابط او حد كبير، هو كان يعني طالع قدامهم ويلا رجاله الشهاده زي ما قال احمد الشهاده دلوقتي. وبالظبط بعد خمس خطوات تقريبا يعني اللي بيطلب الشهاده فعلا بينلها بينولها، فربنا يتقبله شهيد ونالها. سيادة اللواء الشهيد نبيل فراج، مساعد أمن، مساعد مدير أمن محافظة الجيزة، نال الشهادة اللي دعا رجال الأمن والضباط والجنود لنلها أول ما نزل من العربية. الشباب ما كانوش متخيلين أنه ده مساعد مدير أمن الجيزة، من بساطته، من تواضعه، من تواجده في الصفوف الأمامية، في الصفوف الأولى المتقدمة لمواجهة الإرهاب ومواجهة الإرهابيين، ونال الشهادة. وهذه اللحظة اللي بيوصفها علاء الأمحاوي اللي التقط هذه الصورة، لحظة سقوط الشهيد، لحظة سقوطه على الأرض وهو ممسك بجهاز اللاسلكي، وفي نفس اللحظة بيسلم سلاحه للمجند اللي معاه. لحظة بتبين الكثير والكثير والكثير، بتبين انه طول الوقت الحق هو اكثر شجاعة، اكثر اقداما. نحتسب عند الله شهيد، والعزاء خالص العزاء لأسرته، لأبنائه، لأرملته، وبالتأكيد للضباط والجنود، وتحية لروحه الطاهرة، وتحية لكل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة اللي بيتقدموا الصفوف واللي شايلين أرواحهم على كفوفهم لحماية الوطن والمواطنين. في النهاية أنا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا علاء الأمحاوي المصور الصحفي بالمصري اليوم، شكرا جزيلا أحمد الليسي صحفي بجريدة الوطن، شكرا جزيلا محمد أبو ضيف الصحفي ببوابة الوطن الإلكترونية. الحمد لله على سلامتكم ومزيد من التوفيق بإذن الله، ولكن نتمنى أنه بإذن الله نزولكم لأماكن الاشتباكات يكون بدعم أكبر من المؤسسات الصحفية، من خلال سترات واقية، خوذات واقية، علامات توضح ان هم صحفيين. الحقيقة ان دي مش بدعة ومش جديدة، كل الصحف وكل المراسلين الصحفيين في كل اماكن الاشتباكات في العالم بتوفر ليهم هذه الامكانيات، وهذا ما نتمناه خاصة مع الاخطار الكبيرة اللي بيتعرض ليها الصحفيين والمصورين الصحفيين في اماكن الاشتباكات. شكرا جزيلا وبشكركم مشاهدينا. بعد الفاصل هنتكلم بالتفصيل عن بعض من التفاصيل الامنيه الخاصه بالعمليه الموسعه اليوم في كرداسه لضبط المطلوبين امنيا تنفيذا لاوامر النيابه العامه، وهنتكلم كمان مع بعض من اهالي كرداسه ازاي شايفين هذه العمليه وكيف كانت الاحداث والاوضاع في كرداسه خلال الشهر الماضي، خاصه بعد فض اعتصام 4. هل نقدر نقول ان كل اهالي كرداسة منتمين لمثل هذه الجماعات؟ هل كل اهالي كرداسة متورطين فيما حدث من جريمة ومجزرة ومذبحة بشعة في اسم كرداسة اللي نتج عنها مقتل 11 شهيد من ابناء الشرطة؟ كل هذه الاسئلة هنطرحها وباذن الله نحصل على اجابات ليها من خلال فقرتنا التالية.